في المؤتمر بتاع بيراميدز كان في كابتن احمد فتحي وكابتن عمر جابر. كلمه كابتن عمر جابر وهو بيتكلم كان هو متاثر جدا وهو بيتكلم جداً. ولقيتك كمان يا كابتن انت تاثرت جدا ويعني كان في تاثر عليك طول المؤتمر. انا هكلم حضرتك بصراحه، كابتن عمر جابر انسان جميل جدا جدا، والكلام الصادق بيلمس القلب. يعني هو احنا لما نزلنا قبل المؤتمر فاحنا بيقولوا صوره جماعيه مع الفيرست تيم ومعانا، فبنادي الكابتن احمد فتحي فبقول له باص يا كابتن، فبصالي الكوره فكابتن عمر وقف يتفرج، فبصيتها لواحد تاني نطت الكوره وخدها على صدره راح لعبها على الطاير للعيب تاني راح مستلمها، فهو انا شايف وشه مش مصدق، فهو لما بيتكلم بيتكلم بجد، بيقول انا مش متخيل اللي انا شفته، مش متخيل قد ايه قمه التحدي. لا هو ما قدرش يكمل الكلمه بتاعته يعني. هو هزني. يعني ما انا لاحظت أنا كنت متاثر جدا، انا دمعت كان واضح عليك. اللي حصل بقى في يوم بيراميدز انا بشكرهم جدا جدا جدا. عارفه حضرتك لما تكوني قاعده وخمس سنين فيلم بيدور حواليكي، معلش برضو انا قاعد جنب مين؟ صح، احمد فتحي يعني الجوكر، يعني حد كده من اللعيبه اللي انا كنت بقعد اتفرج عليها يمتعني. كابتن هاني سعيد برما الايطالي اسماعيلي منتخب مصر، لعيب كده يعني ما يعني يا رب نجيب منه كتير، لان كابتن هاني من الناس اللي لعبت كوره في خط الدفاع وتبسطك وتحبي تتفرجي عليها في لمسته. طبعا كابتن عمر جابر وكابتن مستر ممدوح عيد، لا قامات كبيره. لا وبعد ما انت كمان يعني كنت ممكن تفقد الامل بعد كل السنين دي، عماله اطلب يعني اخبط على البيبان ويا أنا جماعه انا قاعد بقى بشوف كل باب خبطت عليه بحذافيره، وفيلم سينمائي شغال ان انا هنا رجع ده برد لكل واحد بتاعت قفل الباب في وشي. انا ما بردش على نجاحي، انا مش شايفه نجاح ليا قد ما نجاح للمنظومه ذات نفسها. ما امنش بفكرتك وما صدقش الموهبه. بالظبط، انا هنا برد عليك، معلش نادي بيراميدز ما قالش على الاهلي ما قالش على الزمالك، نادي عريق نادي كبير عنده امكانيات كويسه، فكر مختلف دلوقتي، فكر محترف بيفكر بره الصندوق كتفكير جديد في الرياضه المصريه، واتمنى ان كل الناس تحذي حذو بيراميدز ان يكون في تفكير زي كده بروفيشنال ابديتد، وده احنا لامسينه لان في انديه مؤسسات كتيره دخلت دلوقتي هيبتدي يبقى في فرق ان شاء الله ونبتدي نشوف دوري. نأمل ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وانا قاعد طبعا كل شريط خمس سنين تعب ومجهود ولود وكسره خاطر بس انا ما كنتش بحط الحاجات السلبيه دي، يعني ما كنتش بحطها على طول في الجانب السلبي، كنت باخدها احطها في الجانب الايجابي.